أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم متابعين عبر قناة سامي مجتهد تي في. طبعا هي كانت سامي مجتهد يوتيوب، وكتير طلبت أنه يا سامي خليها سامي مجتهد تي في. وطبعا أنا دائما بحاول أقرأ تعليقاتكم أول بأول، وبناء على هاي التعليقات بحدد شو راح أساوي بالقناة. لهي غيرت اسمها، ولأنه كتير وصلتني تعليقات على فيديو أول كنت عامله أنه يا سامي بدنا من هذا الفيديو جزء تاني، وعدد كبير من التعليقات. طبعا هذا الفيديو كان مع فنانة مبدعة في مجال تقليد أصوات الكرتون بشكل عام وأغاني الكرتون، صبية اسمها هيا مرتجى. طبعا الفيديو وصل ترند ووصلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، وأغلب التعليقات أنه يا سامي بيسألوا على شغلتين. الشغلة الأولى أنه إحنا بدنا جزء تاني، والشغلة الثانية أنه والله وين قناة هيا مرتجى اللي على يوتيوب. طبعا أنا في حلقة اليوم جايب معايا في هاي الحلقة هيا، ورح نعمل جزء تاني رح يكون مختلف عن الجزء الأول اللي عملناه، فخليكم معنا. طبعا اهلا وسهلا فيك يا هيا. اهلا سامي. هيا الفيديو الاول وصل تقريبا 3.5 مليون مشاهده. يعني قرب على 3.5 مليون مشاهده. كيف، ايش رايك في نجاحه؟ قرات التعليقات اللي عليه؟ قرات اغلب التعليقات كانت ايجابيه. وكتار كانوا بيحكوا انه الدوبلاج شيء كتير حلو، وكتير من الكومنتات حكوا لي اسماء اغاني اغنيها وفيديوهات اعملها كمان، فهذا الاشي كان حلو. وكتير بيسألوا قبل ما ندخل بالفيديو، بدناش نطول عليكم كتير، لكن كتير بيسألوا وين قناة هيا، وين قناة هيا، إيش وين قناتك هيا؟ أنا جديد عملت قناة على يوتيوب واسمها هيا مرتجى. حيكون الرابط بالوصف طبعا. جماعة الرابط حنحطه بالوصف. هي عملت القناة لها لسه يعني أيام معدودة، جديد القناة على يوتيوب، بتمنى يشتركوا. ونزلت عليها عدد فيديوهات حلوة. نزلت. طيب هيا، احنا اليوم بدنا نعمل اشي مختلف. تمام. يعني الحلقة اللي فاتت صح انتو حبيتوها، بس اليوم ناويين نعمل اشي مختلف. المرة فاتت كان تقليد ودوبلاج وكذا، اليوم بدنا نخصصه أغاني أفلام الكرتون اللي وصلت ترند، يعني اللي كانت ترند. نخليها جو تحدي، يعني أنا بدي أحاول أفاجئ قدر الإمكان بالأغاني الموجودة. تمام. التحدي حيكون صعب، لكن أكيد أنت قده، لأنه أنت ما في أغنية إلا مريتي عليها وقلدتيها. هذا عندنا مجموعة شخصيات أفلام كرتون، رح ننتقل من واحدة لواحدة. تمام. رح نبلش في واحدة حتشوفيها وتبلشوا من واحدة لواحدة هكذا. تمام. ماشي. نبلش بالتحدي. نبلش. جاهزة هيا؟ يلا جاهزة. 1 2 3 يلا. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ مررت بخاطري فكرة، برتي ضلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل، دروب قد قطعتها فينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. لا تبكي يا صغيري، لا أنظر نحو السماء، من قلبك الحرير لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. قد مرت أمي في حلمي مثل النجم، ضميني يا أختي، ضمي ضمي ضمي. قد مرت أمي في حلمي مثل النجم، ضميني يا أختي، ضمي ضمي ضمي. لا تنس أخاك ترعاه يداك، لا تنس أخاك ترعاه يداك، لا تنسى أخاك. يعني هي ما شاء الله عليك عندك سرعة بديهة. أنت بالعادة هاي الشخصيات في البيت بتضلك تدندني في أغاني الكرتون؟ كتير. هاي الشغلات كتير أنا بحبها. وهذا الإشي اللي دفعني إنه أنا أنشئ قناة على يوتيوب. أنت من طفولتك متابعة هاي الشغلات؟ طبعاً. إحنا مواليد 90 والتمانين كمان، يعني بيتابعوا كلنا. عايشنا الأفلام، ولذلك إحنا لحتى الآن نحب نسمعها، بترجعنا حنين للماضي، فبتلاقيها مميزة. قديش بياخد معك وقت؟ والله نفترض شخصية كرتونية جديدة عليك بدك تقلديها، قديش بتاخد منك وقت؟
على حسب حبي للشخصية، لو حبيتها على طول على الأقل من يوم على طول بتلاقيني تقمصت الشخصية، بس لو كانت صعبة وخلص مطلوب إني أشتغلها وهيك بدها وقت مني، لأنه خلص بدي أعطي في الدور هذا أحسن إشي عندي. يعني أنا عندي تجربة مع حياة جماعة، في عنا تطبيق روز أكيد شاهدتوه، يعني أنا عملت فيديو على قناتي، كنا بدنا نختار هيك خلينا نقول شيء مختلف، يعني صوت مختلف لروز، فمجرد ما هي شافت كاركتر روز فقالت انا خلص انا حجيب لها صوت معين. صح ايامها جبت صوت معين للشخصيه، فصاروا الناس اول ما يسمعوا هذا الصوت يقولوا هذا روز. عاد مثلا هاي الشغلات بتاخذ مني تدريب، بس شغلات زي هيك لا. انا بدك تبتكر الصوت جديد. ايوه صحيح. طيب احنا بدناش نطول عليهم لانه انا متاكد هم حابين يسمعوا كثير. احنا حنعمل تحدي ثاني. التحدي الثاني راح تختاري عشوائي اغنيه من الاغاني، بما انه هذا الفيديو اغاني الكرتون مختلف عن الفيديو اللي ما حضرش كمان الفيديو اللي فات يا جماعة، رح نحطه كمان بالوصف لأنه في ناس حابين ممكن يسمعوا الدوبلاج. هنختار شخصية من هاي الشخصيات وتغني لها أغنية الأغنية الرئيسية أو أنت بتختاري أغنية من أغاني الشخصية. نختار واحدة. ريمي. يعني هو أنت الأمان. أنت الأمان. يلا نبلش فيها. يلا. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. قلبي نبع الحنان. الله يا هي، يعني بصراحة إبداع. يعني أنت حافظة كل هاي الأغاني ولا كنت تسرق من الناس؟ لا حافظها بالأغلب. طيب هي لو خيروك والله أنه أنت تشاركي في فيلم من هاي أفلام الكرتون تأدي صوت شخصية معينة، مين هي الشخصية راح تختاريها؟ يعني شخصية أصلاً موجودة؟ موجودة. بدك تأدي نفس الصوت. أنا كتير بحب رابونزل، كتير شهرت فيها حتى. فيش مقابلة بطلع فيها إلا بعملها، بطلبوها وعملية بعملها. وعرضناها كمان في الحلقة الأولى وكسرت الدنيا والناس كتير حبت. عملت كذا مقابلة برضه يحكوا لي عمليها فعملتها. راح نشوف إيش في عنا كمان شخصيات، لأنه هاي الحلقة برعاية أغاني أفلام الكرتون. تمام. مش دوبلاج أصوات الكرتون. من يعرف كيف؟ من يعرف كيف؟ هذا كلنا سمعناها وحضرناها واحنا صغار. حضرتها يا احمد ولا عزام اللي بحب الشخصيات كرتوني؟ يلا. من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس، يسعى ويحاول نشر السعادة، من يسعى للوصول لقلوب جميع الناس، هو من يعطي الطفل الإفادة. تخيلوا أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيس تون، هذا محال. صديقي تعال لنشاهد أفلاما وبرامج للأطفال، تعال صديقي تعال، لحظات لا تنسى مع كل الأبطال، لا تنسى أن تبقى مع سبيستون. ما شاء الله عليك يا هي، يعني مبدعة بصراحة في أغاني الكرتون وفي كمان الدبلاج والتقليد. هي بصراحة هل عندك رغبة وحابة أنه مثلا تسافر في يوم من الأيام وتكوني يعني واحدة من فريق اللي بيسجل فريق ديزني؟ طبعا. يا ريت. طبعا حلم هذا. هلت أنا لما بجي بسجل دبلاج بروح لمقاطع منهم أصلا وبنزلها سواء أغاني أو دبلاج أصوات.
وحاول اتقمص اكثر اميرات ديزني. طبعا مش صوتي هو بس انه بضيف صوتي، مثلا بتلاقي بيحكوا لهم واو بيشبه صوتك كثير، بحكي اخ امتى يصير لي شخصيتي انا. يعني انت حابه يكون في شخصيه معينه طبعاً. انت خلاص بلشي فيها، زي مثلا روز اللي صار مع روز انه انت ابتكرتي هاي هذا الصوت للشخصيه فصار خلاص معروف هذا روز. فانت حابه يكون لك شخصيه هيك جديده طبعاً. مثلا عالم ديزني عالم كبير والكل بيحضر ديزني وبحب المشاهد. ان شاء الله يا هيا هيك في يوم من الايام هيك نشوفك طلعت برا غزه وبلشتي تبدعي وبعدها تبطل ترد علينا السلام. لا طبعا. طيب بهيا الان في الشخصيه الاخيره اللي احنا كانت معانا اللي هي امي كم اهواها. كم اهواها تمام، هذا كله من دروبري، من دروب ريمي، من دروب ريمي غنينا لها قبل شويه احنا في اول اغنيه. لا هذه اغنيه لحالها امي كم اهواها، بس تمام. في مسلسل دروب ريمي تمام. يلا نسمعها. يلا أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أتعطر بشذاها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور، يبدو في الوجه النور، أمي فرح وحبور وضياء يغشاها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. فأدم أمي بأمان وسلام يا حنان، ولترضى يا رحمن أكرمني برضاها. طبعا هي لما بصراحه بنسمع هاي الاغاني بنرجع للماضي هيك، وبكون في شعور غريب نقدرش نوصفه، انه خلص برجعنا للسنوات بنتذكر ايام الطفوله. يعني عارف ايش اكثر شيء من ايام الطفوله بنتذكرها؟ يمكن انت كمان بنكون بنحضر مثلا شيء على سبيستون تيجي السياره للمدرسه واحنا مش لابسين المري ومش محضرين حتى مش لابسين الشنطه. كنا نكره اذا بدنا نكره المدارس عشان هذا الموضوع. ويوم الاجازه تلاقينا متجمعين، بعدين مش زي اليوم، اليوم في جوالات طبعاً. فبتلاقي اصلا ما فيش الروح الجماعي هيك، تكون انت واخواتك قاعد وبتحضر. زمان نتخانق على الريموت، نتخانق ايش الرسوم بدنا نحضرها مع بعض. اليوم كل واحد قاعد بالزاوية مع جواله، خليت كل واحد على جواله. اخر شخصيه على زوجك، يعني بدك تختاري هيك شخصيه تغني لنا الشاره تاعتها. انا واخي، انا كثير بحب اغني انا واخي، صوتي حلو فيها لانه خلص كثير بحبها. طيب خلينا نسمع انا واخي. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام أبقى. أمي 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 همساتها أحلى منا، كلماتها باتت نجواي. لا تنسى أخاك ترعاه يداك، لا تنسى أخاك لو سرقت منك الأيام قلبا معطاء بسام. لن نستسلم للآلام، لن نستسلم للآلام، لا تنسى خاك ترعاه يداك، لا تنسى خاك ترعاه يداك، لا تنسى خاك ترعاه يداك، لا تنسى خاك. صراحة مبدعة يا هيا في كل شغلة قدمتيها، وإن شاء الله كمان متعاون في حلقات جاية طبعاً. بس أهم شغلة لما نشوف قناتك الجديدة هذه وصلت 100,000 مشترك إن شاء الله، بدنا نشوف كمان تفاعل على هذا الفيديو، لأنه لو هذا الفيديو كمان وصل
أضعاف مثلاً الفيديو اللي فات. خلينا نقول 50,000 لايك. ورح نعمل بدنا أكتر. أكثر. المشاهدين بيحبوا حلقاتنا على فكرة. قناة هيا مرتجى اللي كتير سألوني عنها رح أحطها بالوصف. بتشتركوا فيها وبتحكولها بتروحوا بتقولوا إحنا من طرف سامي مشتاق. فبنتمنى في ختام هذا الحلقة وهذا الفيديو أنكم تكونوا انبسطتوا منه وانبسطتوا من هيا، وهيا بتستناكوا في قناتها طبعاً ما تطولوا عليها. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.